against houses and breaking it through and arresting people without warrant and beating them on before their families and then مرصد البحرين لحقوق الإنسان نظم ندوة على هامش أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. المشاركون في الندوة تطرقوا إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وتراجعها بشكل حاد مؤخرا وخاصة مع غياب المحاكمات العادلة. It's now sadly falling back on all of those ideals. And as I said, the destruction of fair trials and the erosion of the human rights of the individuals is causing very real concern. إن نشر المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات تعتبر أمرا ضروريا لفضح النظام في البحرين. Spreading the information through the meetings, through the if you can get the High Commission on Human Rights to make statements and governments. To, apparently, there were statements made today in the meetings by Ireland and the Swiss and Czechoslovakia. They made statements about Bahrain. So. إلا أن البعض يرى أن آليات الأمم المتحدة غير ملزمة وعديمة الجدوى. طبعا نحن نعرف بأن مجلس حقوق الإنسان ليس مجلس الأمن حسب الفصل السابع. ولكنه ضغط معنوي واليوم استمعتم من بداية الجلسة واستمعتم إلى كلمات الوفود وكلها تدين ما يجري وتحث حكومة البحرين على تغيير المسار وتحثها على المفاوضات مع وهذا يعطي أن هناك في يعني تزايد قناع في المجتمع الدولي مطالبة بتغيير الوضع الحالي. استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين رهن بموقف حازم من المجتمع الدولي الذي لا يبدو مهتما كثيرا بأوضاع حقوق الإنسان في البلاد. أوضاع حقوق الإنسان تزداد سوءا في البحرين ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في 14 من فبراير من العام 2011، وهو ما يثبت أن آليات المجتمع الدولي فشلت في وقف تلك الانتهاكات في البحرين. ساهر عريبي للبحرين اليوم من مقر هيئة الأمم المتحدة جنيف.